نيجي للموديل التاني وهو المنبه. المنبه هعمله بطريقة يعني بسيطة شوية عن ان انا اشتغل بوكس موديلنج والكلام ده كله. فانا هروح للبنتول وهقرب نفس الموضوع، انا عايز اقرب من مدى برضو يكون مناسب، وهرسم سبلاينز. انا هاخد مثلا هنا، طبعا انا هساوي النقط بتاعتها بعدين، تمام. بس اهم حاجة عندي بس اظبط الدنيا او الشكل العام بتاعه، تمام. وليكن كده مثلا، افتكر كنت رسمته من الناحية التانية ازرق، فخلينا نبدأ من الناحية التانية افضل، تمام. ممكن ناخد، انا عايز اعمل البروفايل بتاع المنبه نفسه، وننزل هنا. هنا المفروض هيبقى الحتة بتاعت الساعة، وهيبقى كده مثلا. وبعدين هنعمل اسكيب. الاتنين دول هناخدهم نطلعهم فوق شوية كده، تمام، حاجة بالشكل ده. تعالوا بقى نساوي النقط. هناخد نقطتين زي دول على واي، هقول له بزي كنترول زد، تمام، على واي بسيطة. روح كده وخد سكيل وهاتهم على زيرو. نفس القصة، نقطتين زي دول زيرو. دي تبقى كده، وهناخدها مع دي ودي مع بعض. مش عارف، ما افتكرش ان في كده. خلي بالنا لازم الاتنين دول يبقوا على واي، على نفس سكيل واي، يعني الاتنين برضو يبقوا مع بعض، لان احنا هنستخدم سبلاين تولز، فالسبلاين تولز سنسيتيف شوية لحاجة زي كده. اللي هنستخدمه اللاث. لو احنا خدنا دي وحطيناها جوه اللاث اوبجكت، طلع لنا بالشكل ده. احنا هنلف اللاث اصلا بالمنظر ده. طبعا في بقى نقطة، اولا ان احنا هقفل اللاث، لان احنا عندنا دول لازم يكونوا زيرو، الاتنين اللي هنا دول كده، تمام، لازم يكون اكس بتاعهم زيرو، والا هتحصل مشاكل جامدة قوي في اللاث. لو فتحنا اللاث، واضح ان انا محتاج ان انا الف اللاث اوبجكت نفسه، تمام، كنترول زد، مش الاوبجكت، اسف، الاكسس بتاعته، تمام، عشان اخد يلا عشان اخد الشكل ده. محتاج ان انا اسلكت كل البوينتس بتاعتي وارفعها هنا، يعني كنترول زد، شيل دي وقفنا فيها اللاث، كنترول زد، طب هات اللاث لوحده بهذا الشكل. جميل، فاضل بقى الشغل اللي بيتعب شويتين، مش هيتعب قوي، بس يعني عايزين نوسع دي شوية عشان دي يبقى فيها كلوك. فهنوسع دي ازاي؟ دي لو تفتكروا انا وانا شغال كنت شغال عليها، اللي هي دي. بس خلي بالنا من النقطة دي، انا مش عايز النقطة دي معايا، انا عايز بس النقطتين دول، ودول اللي هيتحكموا لي في القطر بتاع دي، المساحة اللي هيتحط فيها العقارب والساعة والكلام ده كله. دي حاجة عايز ادخلها جوه شوية، هاخد الاتنين بوينت دول واقوم زايقهم لجوه شوية، تمام. شايف ان دي كبيرة، هاخد البوينتس اللي ورا بس واقوم واخدها كده شوية، وما افتكرش ان انا هيبقى عندي حاجة تانية. انا افتكر كده الدنيا كويسة جدا. نبدأ بقى نشتغل على السموزنج بتاع الشيب. هروح للليث سبديفيجنز ازودها شويتين. ايزو بارمز ما افتكرش هتعمل لي اي حاجة. حلو، نشتغل على السبلاين. السبلاين هشتغل عليه تشامفر. يمكن انا هشتغل بطريقة رخمة شوية، ان انا هشتغل على كل واحدة لوحدها، بس انت لو حابب تشتغل على كله في وقت واحد اشتغل على كله في وقت واحد. بس انا احب ان انا كنترول البوينتس بتاعتي زي ما انا عايز. هعمل رايت كليك وهاخد تشامفر وبوينتس بالشكل ده. طبعا لو قلت له فلات هتبقى كده، لكن انا محتاج كنترول زد. ليه هعملها على مره واحده؟ بعد كده هاخد البوينت اللي بعدها سبيس بار عشان اسهل على نفسي، وهاخدها كده. واللي بعدها ممكن بقى دول
لان هما دول في نفس المساحات تقريبا، فمش هتوجع لي دماغي في حاجه. لا هستنى على سبيس بار، عايز اروح على اضيق واحده فيهم اللي هما دول و الشامبر دول كده. جميل، ناخد دي وشيفت معاها التانية رايت. لا ركب كده سبيس بار تشامبر، فكده الدنيا بنت حلال. دي هنسميها الكلوك معجون. الكلوك بادي، عايز تسيب دي كباك اب وتعملها اديتابل ماشي، مش عايز ما تعملش. انا لا مش هسيبها، انا هشتغل على طول سي اوبتي مايس وكده احنا زي الفل. رايت كليك وناخد اللوب باد كات ونكليك 50%. تمام، هاجي للايدج مود وعايز اخد الكام ايدج اللي في النص، كام مش في النص قوي، بسترشد بده اصلا. فانا هاخد اقول ايه، انا هسلكت واحده من هنا واكمل الباقي من هنا، لان انا كده حاسس ان انا عامل سلكت كمان على اللي تحت، هنشتغلها بالنظر. تمام، ناخد اونلي سلكت فيزبل اليمنت، ناخد شيفت مع دي ودي ودي وكفايه. مش هيضر لو خدنا، لا هيضر او مش عارف، بس مش مستطعمها يعني. ونفك دول. تمام، وهسلكت دول، المفروض بيني وبينكم اعمل حواليهم كات، بس انا مش طالبه يعني. كنترول ونسحب سنه بسيطه، وكنترول ونسحب. الباشا ده الطو هنوديه جوه السب ديفيجن سيرفيس. تمام، هيبقى دي مش ظريفه، فاحنا كل اللي هنعمله ان هشيل ده. وزي ما انتم شايفين، بصوا هي مش ظريفه عشان كده، لان دي الحركه دي جايه من اسمه ايه، من اللات، لان المفروض ان احنا كنا خلينا النقطه دي في الزيرو. فانا هاخد دول. مش عارف، انا موسوس، مش عارف ان كنت عامل سيلكت صح ولا غلط. فانا هقرب واخد اللوب سيلكشن ده كده، انا في التمام. تمام، وهنقوم رايحين ل رايت كليك. مفيش هنا امر زي ماكس اسمه كولابس، لكن في ويلد. تمام، ها ولدهم. تمام كده، انا عندي فيرتسز واحده بس اللي معموله سيلكت، دلتها بس، هو ده اللي انا عمال عايزه من الصبح يعني. تمام، يو ال تاني، وهاخد اللوب، خد اللوب ده ونفس الموضوع، بس دي مش هتدلت. رايت كليك ويلد، وهولدها في النص كده. الدنيا عندي زي الفل. جميل، يو ال لوب، وناخد الايدج لوب ده. تمام، والهدف من الايدج لوب ده ان انا اعرف بس المكان ده فين بالظبط. فانا هروح ل مش كوماند واقوم قايل له ايدج تو سبلاين. ايدج تو سبلاين الهدف منها اللي انا هعمله حالا، انا هجيب ديسك والديسك ده احطه جوه الايدج تو سبلاين دي، واديها زيرو واديها زيرو. ناخد الديسك ده نطلعه بره، واروح لاوبجكت واخد الريديوس بتاعه قليل، بحيث كده في المكان هو تقريبا والله اعلم ما كانتش الاكسس مظبوطه، عشان كده كان جاي قدامه هنا بس كل الحكايه. تمام، فكده اصبح عندي الاخر او الغطا ده اللي احنا شايفينه. بس في حاجه، اولا خلي زي ما هو. تمام، خلي زي ما هو، انا كنت عايز اعمل له اكسترود بس مش اشكال. المهم هي كده الدنيا متظبطه وتمام، ندخل ورا بعض. فاضل بس اكبر، مش اكبر، هو كده كده تمام ولازق في مكانه. الديسك ده مش محتاج بصراحه، بس يعني تحسبا لو انا حابب اعمل اي ديتيلز يبقى عندي فيسز. يبقى ده كده هنسميه الكلوك بودي، ودي هنسميها الكلوك انر فيس. مش هسيبها مش هسيب مش هحاول اديتابل، هسيبها كده دلوقتي على الاقل.
ناخد بعد كده الاخ ده وكنترول وهدبلكيته تمام، بس سنه بسيطه لبره كده. بس ده بقى هيبقى الكلوك جلاس، ما تعملش اي حاجه في السينما او في اي برنامج 3 دي، هتبقى جلاس او هتبقى ترانسبيرنت الا وليها سمك. بالمنظر ده عمرك ما هتاخد ريفراكشن مظبوط، عمرك ده رؤى، ده لان هي عامله زي الورقه، هتديك ريفراكشن ازاي؟ عمرها ما تديك ريفراكشن مظبوط. فالحل، الحل الاول او مش حل يعني، الطريقه ان انا هقوم رايح للاوبجكت ده واقوم مزود شويه، دول اقول لكم انا ازودهم ليه، ونفس القصه دول. بعد كده حول لإريتابل وخد دي تمام. بس السلكشن ده المره دي المود هقول له سوفت سلكشن. سوفت سلكشن هيخلي دي بقى عامله شبه الورقه يعني، مثلا بص طبعا كده ولا الهوا. ليه؟ لان السلكشن الفولوف بتاعه لينير. انا هقول له دوم مثلا، حلو، وهاخد الراديوس. بصوا لو انا جيت اشد دي، شايفين السلكشن عامل ازاي دلوقتي؟ بقى عامل كده. وده اللي انا عايزه، عايز اعملها زي قبه. فنخلي بقى احنا شغالين على سكيل الى حد ما صغير تمام، فعلشان كده الدنيا معانا سنسيتيف قوي. فانا عايز اجي للجنب وامسك دي واطلعها تمام، وان يكون راديوس سنه. ممكن بدل دوم اقول له مثلا بيل، ولا مش عارف بيل ظروفه ايه، بس هيدي احسن من دوم على فكره. بيل اهو، طلعنا دي بقت بومبي سنه ماشي. نزود راديوس كمان حبتين واطلع دي. ايوه كده تمام. بس دي بقت يبقى دوم احسن. حلو، حلو جدا كده، جميل قوي قوي قوي. شيل تمام، خد بقى ده كده الاوبجكت بتاعك وكبره لحد ما يخش جوه ده، وهنزقه جوه. ممكن نروح على الكلوك عشان نعمل نعمل حاجه ظريفه. طبعا انا كده مش عايز بقى السلكشن ده يبقى سوفت سلكشن، عايزه نورمال سلكشن عادي خالص. وهاخد رايت كليك ولوب باد كات، وكل اللي هعمله بس هعمل لوب هنا تاني، واخش جوه احط واحد هنا. بعد كده يو ال، واروح على الفيسز وهاخد الفيسز الفيس اللي في النص ده، و رايت كليك اكسترود، وهديله واحد بسيط قوي. يو ال هناخد ده وهناخد ده، ورايت كليك اكسترود وحاجه بسيطه، عشان لما اعمل كده يبقى فيه هنا زي ديتيل كويس للاخر. هنيجي بعد كده للجلاس علشان اتاكد ان الجلاس، هقول له اكس راي عشان ابقى شايف عشان ابقى شايف من جواه بالمنظر ده كده تمام، تمام جدا تمام. طيب هنيجي بعد كده للجلاس، هنخفي الجلاس ده وهنشتغل هنا. هروح اخد حته سيلندر واحطه جوه الاخ ده، و 0 0 0 ده كده، وهاخد بتاعه تمام، ده هيطلع مني لبره جميل. وعلى طول هقوم مديله اديتابل واوبتيمايز، وبعدين اخد الاثنين فيس دول، الاثنين فيس دول هقوم واخدهم وطالع بيهم سنه كده، وبعدين هطلع بره كده مثلا. اعدل بقى دول وهاتهم كده تمام. بعد كده رايت كليك وهناخد الباس او اللوب باس كات، وهنحط هنا حته كده، وبعدين هناخد كده، وبعدين واحد كده يو ال، ونروح للوب ده. ما قداميش ريفرنس اشتغل منه، فما تاخذونيش بقى لو في تقصير او ان انا مش شايف كويس انا شغال. نروح بعد كده للفيسز وهاخد الاثنين دول تمام، ورايت كليك واكسترود انر مش قوي، وبعدين ادلته. بعد كده رايت كليك واخد بريدج، وعلى الايدجز هاخد دي مع دي،
يا عم دي معلومة، امال كملتها غلط ليه؟ هي دي اتقفلت؟ ده اللي فوق لسه ما اتقفلش، هي الخايلة دي، ده كله مقفول. جميل كده كله تمام. نرجع دول ونرجع دول، بس انا عايز اشيل ده كده، ده كده الاولي. التاني هيبقى زيه، يعني هناخد نفس السلندر ده وكنترول سي كنترول في، وبس كل الفكرة ان احنا هنطول ده شوية. فانا هاخد الفيرتسز وهاخد دول كله كده تمام، هاخدهم نفس السلندر ده، نفس السلندر ده، او مش نفس سلندر، انا ممكن اعمل سلندر تاني يبقى العقرب بتاع الثواني، او بما انه مش هيتحرك، بما اننا مش هنحرك العقارب، بس طبعا لو هتتحرك هتعمل واحد تاني. تمام، هناخد اتنين فيس زي دول، و او كنترول زد ورايت كليك اكسترود انر، وبعدين نسحبه، لان هو المفروض ده اصغر من الاتنين دول. بعد كده سكيل، انا اقلب على اللوكال، ده هنسميه ذا مينتس سكندز، وده هنسميه، هنروح ناخد سفير، هنخلي سفير دي هيمي سفير سكيلها، وهنوديها لده وجرد اديتابل حصيلنا بسيطة، وناخدها فوق، ودي هنسميها فيس